إينا قررنا إنك أباش فرح وقانا يا دبطو صاري من إيش بلدكي قوضة بافارة كان يقول لكم ملبة وضمر لها كان يعمل ملبة لقيوب الشريوان وقصر إلى المتشرو إيجا كان أروري أبضافق وقالك اللي قال فيه تروي فوصية أنا قال حي سني مركز بلد باش فرح وصعى اليونس باصو ورصي قرض غائل قرار غير كا بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البركة هنا تقال كان تقال في كبير وها دور نبضيات لقاطي البركة قارنا بلا السيحينا بلادك الله بورتي وحي الله يمع الداشر يخير منهم بين الغضان وحي أمر راح إلى أبو إسكالة وحصاك كقر حيد دمويا دروية الدقال طلع بنتي برقل وإن بدي وجود البيسيح دي الشرح الدير إلى الأفطي يوحردي قبرك إلى برصام إلى الدولية الدموية تلاك نمشي غرمك وحان نبض بها الحلي نبض بها وحان لقو حلي وحي كلاه دودي لبوها السماعيل يدنيك وحان لقو حلي بيلي دروي ويدري شليه غير كبه علي هذا دروف لغرية وقيدي ضاحي لكسرين اتكام بغرائيل أولادنا أي حكومة إلى برصات أي كبور هي إن أنا بدر هي سوق جين بعض على قصص صارين غير كان بعض الأيام ما تري سايق شو دقمة دروينة رفض يزيد لا يبغى قال ما هذه دقمة دقمة كل حيصير مقالدو فانت غير كبعض الأيام اللي يلا حر الشاك بشيء دروينة تلازم في إيو لحدحات كهية قوتي دي وحضرت فيه يعدي إمام صلى الله عليه وسلم كسلام وشمتين دي من الحلفين أخي أسو صارين بكو قلن غير ما يقادن وكسا يقول الله سعر شو قلت فيه إن المنكة سو قلن غير ما يقادن وطرشدة وحود حين فرسو وصدة 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 عبارة فتاة شعوتي وعلى قصاري إنت عم قرص وان قرطي مركا إن يا هشيسكي كبح هاي مقولة سعد يونس بسيدك هشيسكي ما يسيني دفور راقي وريدم في بالا داري يوائي الكليل في عغاشتي عد ما شامر يسو عد دارتي قبل جمجلتو لكن قوان في اي سوى صارين ثلاثين تيو حقرتو يو حكومة عدي قبل كسنة يدنجل يعرف الفقاء بالسنين يقول شوفتي وأنا بيسو صارين في هيركي كالكوكو مغضو مدوعا عبد الرحيم بيسي على هيركي كالكوكو مغضو ما تدي اي يدي عن السيقلية إنك باش فنحو حق هيركي سعي وزو حق لنا اياه إذا كان غرق وطا اياه وستشف لقاذي ما تدي لو ديني ماشا قران ما تدي لقريه دي ولا اكستريي البابا دي بالله منقر طي وحكا سوى المسلمين حقا والبنى اللي مقر قصد يقول بالله بابا كتب في استاق وايو مع الدار تقول ما تيش كتاق واي وهو حيكون تشرين إنه وير غادي لكن ما غادي نعود أي كلام صار وير قرر كان وير جيزتي ويا هي إن مركا إن ما أنت سدي وحدة إن عيدا كي إن بيش سعد يورس مقالة دوار لقى صاري إن عيدا مدي إن يعيدا كقرن كخسارة إن تيلي جاي سوكر الجاري إيه أنا كانوا ولين كان سركال كان يبغاش فرع يا لوطة مركي عيدا كان سعد يورس اليوم مقالة لقى صاري السرعة جاري في المكان موتي يا قاعدين الحمد لله وهلية إن كان في سبوع عن واحد جنينا سين وغرض أبو هود وهي خلاها من وهنبيع لكل يعني وران كبه حماشة عم عيدا فينه كرتشجع كبهه عيدا كغرن كإن كان بشفرح وقانا يا دبطو صاري من اللي جدايا كي قولا بافارح خلق عمركا رمان ينبع كل انتو ايدي شيء عيدا كغرن كي بشفرح وطو رمان ينوع قاو عمي تقال كي هوريا اصلاكا رمان ينبع سعد ويسك يبها دي حمرين كليا كغدا وعمي إذا كان قولا سعنس ومن نواف خدا وعصر نواف وخدا تسان نواف كوها إلو ويهي ويهي إمن كان مقالة دي ياكو سوغانو قعانتا كوها يا درد ويني قول أبو خلابنا وابو فقدا وحال في مركي هوري إن كان هذا بمولي بعش فرح إنه نجح لحالة إيهي أنا وهرب وانوه ويهل كيبو وطول بيس اللي يالو حق الكلام إدو طلابك إدو بركس الله يحامل وغور له قد أن تعرفي سلتحان ويهو فالك بجيستو ودين على تشيني هذا قرضه بهول ولينا يو اما كيلا يو طور كي هورنا مغالا وحقوق في الدوله الحكومه البشريه يعني قرضه سعيوس ما كان سوق انه هو قبح هو تو كبوري ما انت لو سبيين عيدا كي مركا لكوري وعيدا في قرك يا حلينا وان الله ظل ويل كي يقول وعيد مو قبحين لما ظل انها اللي قد لين عيدا كي قرن كوي باش خلعوا تو قرضه سعيوس با صور رفي قرضه
sidoo kale warar kale waxa sheegayaan in boqor buurmada uu isaguna qayb ku leeyahay dagaalada ka dhacaya darar weyn iyo galbeedka gobolka Sanaag arimahaasi maadaama dafayeenki beesha tahay maxaa ka jira يصبروا وعيالك ثلاثة حد عائلة جارية بيش بيشيسة ماذا حتوصي النمو هو تقدر يعني في ألف يبصر على اللي بقولي وبعليه بالبضي مركي وغربا اللي بجي هالكاس يكون شبطي واسي هالكاقية اللي جاها اللي بعليه إنو حمين لخساسيي إنو كي خساس اللي بقولي إلهي ما كبحيي مركا ورطة كمح المنين المحري وهدي اللي كوري عدر أحسن نبقليلو طور بور مدونة والله يغانا وقفع عن بحي نبض وقفع عن بحي ما نوضوه فقال كامو وضوه حكومة دنا عمقا إلهي برقي ذير كانوا يشتلي لحين وحي لسه التعفير كان يغانا سعيد يونيس وايد دلحان يجيقان هان يوحي نبض اللوحي ويغانا حكومة دلير كانت يوحقين يسيوه معارض لماذا دين إليه هو معارض يعني كسر لوين يسي لكن كوة علبة عيلة سيارة إلا صار هي حكومة دو حقته ورئيسه أما قرق هذا يوحى يعني أنك تاسي حكومة دينا الدرادة لك ووضو تقالك سبايل لنحدة إذا حكومة دو مدى رئيسه إن ربك عام بحيوة بقرنين لأفلقة ديو بيان لك شوية بربقالب معها ويها يا دير لبدي إن أنت يقاني أود وداكتا أهي ويل يا أبتقيسة waxa ay shacabka Soomaaliland si weyn isu weydiinayaan marka culadeena la maqlo waxa ay isku haysaan maxaad isku haysaan labadiina deegan hadii aad si kooban ugu sharaxdo dadka waxaan isku haynaa dalka waa laga wada hadlo saddex iyo afar jeer oo shan jeer oo hore nabad la xiray waxa way isku hayaa markii hore wixii aan isku haynay dagaalkii bishii labaatan iyo labaatan أما قصاره كسو قاري كي هو يبتين دمبي بس لو ما يدوشي تجي لا شيء لا شيء ذي كي لا سعره سكر حيبو كان الدمبي كوا يجي لكن مركو روح نشتو هيني يجان كي يدل كا هاي الدلال كي يقول حكم الله كرمان كرمان هو اللي يدري شيء حكومة دنا أنا هو حنسلا يقول من عطوا إسراء يلا ما قرر يوم حكمت كذا يوم حكم الدولي يركض له دل كي أنا نشتو هيني نشتو هيني مرة واحدة الله ما تعبان dugub la iyaga laga baabiyay anaga waxa laga baabiyay xarta xulaanay meesha la yaado hadii la furo yahay bacaha afar tiro iyaga ay ka degan ahaan daaqsin aad u yahay dalka ama magaalada lagu hantiyo ama daaqsin heer gudaha lagu hantiyo intiiba laga dhaxaysay iyaga darbiday marka anagu inta kagaba maqrayn xoog lagu muqdiyo waxaan ka maqrayn nabadgelyada oo aan aad ugu dhabarka xirsanahay oo aan soo heerka walaalaha wixii dhintay dhisay waxda baynaay mar walba kaaga iska raacin saakan iyaga weerarka qaaday inaan la wixii oo hadalkiisa ku daray waxaa laga saaray qolada boqod baa ka calaatay gaari iyo qoryo waxa qaatay dowladda maanu leynayn annagu ciidanka iyagii markii qoryihii lagu qabtay ciidanka la kicinayay in waliba marku ciidankii qarankaasi waa dhiga qoryihii waayahay markaa sharciga idinku u hoggaansanaydeen bay taasi ka dhigan tahay sharciga nuu gaasayno ciidan kayagii dee heerkaa isku wajahnay la soo wararay ciidan baleedka qood markii dowladdu ku kala wareegtay nin waliba sarjay uu ku jiray uu dhigay qorgiya dowladdu xarira qorgiyii ka qabatay sidaasaa qoryaha laga baqanayay dowladdu qaatay gaariga uu leeyahay oo sacdoosaytii soo jiido baharkiisi markii dambe gaarigii uu ku meel dhowada mar lahaayeen gaari aan meel lagaga baljariyo aanu ka saylay ma jiro iyagana aroor yaa laga fogay oo garki la gaarsiiyey sar wale ka hooseeya annaga haysanay markii dambena baashaqaca wuxuu qabtay intuu u qabto aan ciidanka amarkiisi qaadanay laba ninna laga dilo xukuumaddu laga dilo inuu iyagii intuu iskuulkii risoosii tegay markay magaalada ducda ka soo galay aan ku saaray inuu uga soo baxo ka soo dhexdo labadii waayahay
iminka waxa uu sheegay caaqilka beesha Saad Yunis in magaalada Iswaar ka haysan oo ay gurmad u baahan yihiin maxaa dhici kara saacadaha soo socda maxaa si idin ka meel yaala xisad colaadeed halkan ka aloosan anagu waa aqii ciidanka qaar ku noo saaray waliba ninka ciidanka wataa dhinaca wax dhiliye waxaan ku yarinahay waxaan ognahay ilaa haddana anagu dhinaca diiban ku dhawahay waxaan ognahay gurmad ka socda xagga hoose oo ilaa garabta galay magaalada soo galiyay xagga sare ka socda anagu waxaan ku baaqaynaa nabadgelyo dhinaca uu soo gurmay reeraasna waa tuuf laga deenayay maxamuud nuuxo deesha Saad Yunis la chief farmaa anagu filmo walaalba la qaaday waa tuu lahaa waxaan laga soo duulayay kadib gurmad baan nagaga yimid garabka iyo meesha la fadhigaa waa ku maasanyahay inuu bixido aanu ka dhalanay oo intaas 8 sano la daawanayay iyadoo dagaal ku dhici oo laga socday gurmadu hadduu maanta biciina kaxeeyay ama musaabaxo kaxeeyay baa halkaa aad buu ugu maasanyahay annaga soo dhawayna hadalkiisa سعيد آدان أحمد فلعون أيو أها أو ستو سخطك تلفونك إيجا ورميي مغالة الدرر ويني إقلبيتك قبل كسنك.